لست مريضة، أريد الذهاب، أريد الذهاب. دعوني، دعوني وشأني، أخرج من هنا. لا، أخرجوني من هنا، أخرجوني من هنا، أخرجوني، أخرجوني. أنا لست مريضة، أنا لست مريضة. اهدأ أرجوك، اهدأي، اهدأي يا عزيزتي، اهدأي. أريد العودة لمنزلي، أريد العودة. حجزا بائعة لنصيب وتخرج عندما تنتهي علاقتها بابني. أنجزنا الجزء الأهم، وتبقى عملية الحجر القانونية عليها، وأنا لا أحسبها صعبة. عرفت الطريقة، لدي فكرة عنها. يصور الأطباء وثيقة تثبت جنونها، نحملها إلى القاضي لتصبح رسمية، فتتحول حصة الطفل عند ولادته إلى والده، فيصبح الأب الوصية الوحيدة على حصتها وحصة ابنها. ولا تحصل ميتشي إلا على ما نحسن به إليها. نحن لن ندعها تموت من الجوع طبعا. يفرحني وصول الأمر إلى ما وصل عليه. الطريقة الأضمن. لا تنسي أن عليك البر بوعدك لي. إن كنت تقصد الدينار فأنا أسمح لك بالزواج منها. تعرفين جيدا أن الأنسة ديجنا لا تهمني، فهي لن تحصل إلا على ما تحسنين به إليها، وأريد أكثر. أنت من يحظى في النهاية بثروة سانتياغو ديل أولمو، أريدك أنت. كف عن تلك الحمقات كورديليو، وكيف سأبرر لأولادي الزواج منك؟ كما يبرر أي زواج، من حق أي رجل وامرأة إعلان زواجهما في أي وقت. لن أتزوج من خادم أبدا مهما كان. لكنك استخدمت الخادمة لأهدافك. لن تخرج صفر اليدين، بل بمبلغ محترم جدا. كم مثلا؟ مبلغ محترم. أريد أرقاما. ماذا تتصور؟ ماذا فعلت أنت؟ الجزء الأهم، فقد أرعبت المرأة المسكينة. أتطلب الكثير عن هذا؟ أحذرك بأن لي وسائل للانتقام. بات العشاء جاهزا رودولفو. وجوستافيتو يأكل في غرفته معاقب. لماذا؟ معاملته كانت سيئة لأندريسيتو، بدل أن يستقبله جيدا في البيت، خصوصا كونه ضيفا علي وغير عادي. أرفض أن تحرم ابني حقوقه من أجل زائر ما. أعاقبه لأنه جاوبني بأسلوب غير مهذب. لا شك أنه يغار منه. من الضروري تربيته رودولفو. ناديه مانيوليا. لكن رودولفو. أمرك بإحضاره، لن أكل في غياب ابني. عندها سأقتنع أنا. أنت حرة، ابني فوق الجميع. تجعل منه أنانيا وقليل التهذيب. فكري ما تريدين، أريد أن أكون مع ابني. لا يجدر بك دعوة غريب. يمكنني أن أذهب الآن سيدتي، أعرف الطريق إلى المنزل. أمر مستحيل أندريسيتو، هذا بيتي أيضا، ويحق لي أن أستضيف فيه من أشاء، وواجب على ابني وزوجي أن يحترما حقي. اتفقنا، أقبل بضيفك وأرفض معاقبة ابني. نناقش الأمر لاحقا رودولفو، لنتعشى. لكن ما بك، اذهبي وأحضريه الآن. أخرجوني من هنا، أخرجوني من هنا، لست مريضة. كلما صرخت كلما بدوت أكثر جنونا، أتعلمين؟ أسكتي في الوقت الحاضر، اهدئي، هيا اهدئي، بحى صوتك من كثرة الصراخ هكذا. استريحي، تشعري بتحسن. ولكن ماذا أفعل في المصح؟ فأنا لست مجنونة. لكنك متوترة. لا، ألن يصبح بخروجي؟ هذا وقف عليك. إن كنت عاقلة قدمي دليل لهم. كيف؟
لا تصرخي ولا تصيحي، كوني عاقلة، تفهمين؟ أنا متضايقة كوني سجينة وأتألم. لن يسيئوا إليك هنا، بالعكس سيشفونك، لهذا أنت هنا. ولكن احتجازي هنا في هذا المكان قد يقتل الطفل الذي أحمل. قد يقتل طفلي. لن يصاب بأذى. هيا اهدئي، سأحضر لك ماء. طفلي طفلي طفلي، ماذا سيحل به؟ أيتها العذراء أنقذي أنقذي طفلي أنقذي طفلي. ألو ألو، أنا كندي، صديقة ميتشي، أريد محادثتها. مستحيل، السيدة ميتشي ليست بخير، إنها مريضة. إذن آتي لرؤيتها. لا لا تتعذبي بالحضور، فالسيدة ميتشي بحاجة للراحة والهدوء، ولا نستطيع استقبالك. أرغب بالرحيل سيدتي، أعرف الطريق إلى المنزل حقا. لا لا، أرافقك لاحقا. ليرحل يا أبي، لا أحب هذا الولد، أمي تحبه كثيرا. لا لا، اسكت جوستافيتو. رأيت، أسأت بقلة احترازك وبكثرة طيبتك لمشاعر ابنك. جوستافيتو يتصرف بأنانية وقلة تهذيب. من وليه؟ هي الحقيقة رودولفو، ليس لأنه ابني وأحبه كثيرا يجب أن أتغاضى عن قلة تهذيبه. حسنا، هيا بنا أندريسيتو، سوف نتعشى في المطبخ. إذن أنت حامل؟ نعم، أنتظر طفلا. إذن عليك أن تكوني حريصة جدا. اسمعي، سأكون ممرضتك وصديقتك أيضا. إن كنت فعلا صديقة افتحي لي الباب ودعيني أرحل من هنا. هذا مستحيل. على الأقل دعيني أجري اتصالا هاتفيا. ممنوع على المرضى استعمال الهاتف. لكنني لست مريضة. اسمعي، أكيد هناك خطأ ما قد حصل، أو أن فخا قد نصب لاحتجازي هنا. اسمعي اسمعي عزيزتي، إن تصرفت بشكل جيد خرجت للتنزه في الحديقة. لكنني أريد الخروج الآن، أريد الاتصال بزوجي، هو لا يعرف أنني محتجزة، مؤكد أن والدته أخفت الأمر عني. أصغي إلي، اهدئي قليلا ولا تصرخي، وحدهم المجانين يصرخون، أتفهمين؟ لست مجنونة، لست مجنونة، صدقيني، رأفة بطفل الذي أحمل، صدقيني، لست مجنونة، صدقيني، لست مجنونة. كان عاقلا سيدتي؟ أجل كاندي، جدا، ابني تصرف بفظاظة، يبدو أنه يغار منه، هكذا هم الأطفال. سيدتي أنا سعيدة بوجودك لأنني قلقة جدا، اجلسي. ما الأمر كاندي؟ اتصلت بمنزل ميتشي لأننا لم نرها منذ أيام، قيل لي إنها ليست بخير. هل كلمتها؟ لا لا، لم يصلوني بها، قلت لمحدثي بأنني سأذهب لرؤيتها فأجاب بالرفض لأنها بحاجة للراحة والهدوء ولا يسمح بزيارتها. إن هذا لغريب، أمس مساء قصدت فيلوغونيا وروزاريو ذلك المنزل ولم يفتح لهما أحد. حسنا، سأتصل بها حالا.
ألو، منزل ديل أولمو. هل أعطيتني السيدة ماريا مرسيدس؟ آسف، السيدة ماريا مرسيدس عاجزة عن الإجابة لأنها مريضة. لكن ما بها؟ ليست بخير. ما بها ماريا مرسيدس؟ ألا يمكنها الرد على الهاتف؟ لا يمكنها مغادرة الفراش. ألا يوجد هاتف في غرفتها؟ اسمع، ربما ردت علي. قل لها الموضوع طارئ. آسف، لا يسعني أن أساعدك، أنا مجرد خادم التزم بتنفيذ الأوامر. طاب مساؤك. أقفل الخط. الوقح. لكن ما بها ميتشي؟ ربما السبب حملها؟ ممكن، منعوا عنها الزيارات، أما أنا فعليهم استقبالي. يسرني أنك هدأتي، والآن نامي نامي، فالصباح رباح. أصغي إلي، لا تصرخي، لمصلحتك. زجوا بي في المصح، في مصح عقلي للمجانين، وأعجزوا عن الاتصال بخورخي لويس لأخبره بما حصل معي. خورخي لويس، خورخي لويس، خورخي لويس، خورخي لويس. ادخل. لقيتك نائما. لا، لم أستطع، أنا قلق جدا، أظنني أسمعها تناديني. كفاك همقات. لا أقتنع بأن ماريا مرسيدس مجنونة. لكن رأي الطبيب مغاير، عينها جيدا وتأكد من اختلالها، لذا استبقاها في المصح. فكر بالأمر بناي. فكرت مليا، وغدا أذهب لرؤيتها. نعم نعم، إياك أن تفعل. لما لا أمي وأنت من اقترح ذلك؟ لكنني قلت حتى يؤذن لك، والطبيب منع الزيارات عنها. لا زيارات خلال الأيام 30 الأولى من علاجها، هذه أوامره. هذه الأوامر لا تشملني أمي. بلى، هي تشمل الجميع. وضعها في المصح يستلزم إبعادها عن كل ما يؤثر عليها عاطفيا. لكن ما نقول لعائلتها؟ أكيد يودون أن يعرفوا. واحد. شكرا. أخبر تلك الحثالة ما شرحته لك عن مرضها، وأنها بحاجة للمعالجة. وإن لم تشفى؟ نتخذ الإجراءات المناسبة. حقا، وما هي؟ أيا تكن، نحتجزها ونحرمها حقها بإدارة أموالها. ولكن من تعتقدني أنت؟ شيطانا؟ أنا أريد الاهتمام بها وبكل شيء. إن كنت لا تهتم بمال تبدده مجنونة، فأنا أهتم وأمنعها. أقسم لك لا أعرف حقيقة شعوري نحو ميتشي، لكنني أراها ماثلة أمامي، وضميري يؤنبني، أراها بائسة بريئة، ضحية القدر منذ ولادتها. خورخي لويس، إن استمريت هكذا بني جننت أنت أيضا يا حبيبي. علي رؤية ماريا مرسيدس، علي رؤيتها، ولن يمنعني أحد، لا أحد. أوه أندرسيتو، إنك جائع جدا. لم أشأ أن أكل في منزل السيدة. أساء معاملتك؟ لا، هي لا، زوجها وابنها متكبران ومتعجرفان كأنهما أرادا عضي. هذا لأنهم أغنياء ويحتقروننا لأننا فقراء. أرادت السيدة أن أبقى لأيام هناك، لحسن الحظ أنني عدت لم يكن بقائي ممكنا. حسنا، سأتغيب لبضعة أيام عن مدرستي لكي أهتم بك. اطمئني كاندي، غدا أعود إلى المدرسة الداخلية. ميتشي أدركت أن المكان الأنسب والملائم لي. سيدتي، أنت مريضة جدا، مريضة جدا. أنت مجنونة،
عليك البقاء سرجينة. أنت مجنونة 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 مجنونة. أيتها البائعة الشرقية، أنت مجنونة مجنونة. ماذا تريدين سيدتي؟ رؤية السيدة ماريا مرسيدس. آسف، السيدة ماريا مرسيدس ليست هنا سيدتي. أين يمكنني إيجادها؟ لا أعرف سيدتي. كيف لا تعرف؟ أنا مجرد خادم بسيط في البيت، أجهل ما يفعل أصحابه. حسنا، إذن أبلغ زوج السيدة ماريا مرسيدس بحضوري. خرج إلى الجامعة سيدتي. في هذه الحالة إذن أبلغ حماة السيدة ماريا مرسيدس. إن السيدة مالفينا. عليك أن تفهم أنني لن أرحل من هنا قبل أن يحدثني أحدهم عن المرض الذي تعاني منه ماريا مرسيدس. أوشكت على القول إن السيدة مالفينا موجودة، هل تفضلت بانتظاري قليلا سأبلغها. وأنا أشكرك. طبعا لا أعرف إن كانت حاضرة لاستقبالك. قل لها أن تفعل بطريقة أو بأخرى. قيل لي ذهبت مع حمادها إلى الطبيب لأنها مضطربة بعد الشيء، وأنهم لم يفتحوا الباب لأن الساعة تجاوزت 9 وهم لا يفتحون لأحد، وكان البرد شديدا. انظري بح صوتي، ما رأيكم؟ أجل، إنهم ذوات. وأنت ماذا تفعل هنا أندرسيتو؟ كنت حزينا في المدرسة الداخلية، فأخذتني سيدة صديقة لميتشي ومكثت معها في منزلها، لكن عائلتها متعجرفة ففضلت العودة إلى المدرسة، هناك أرتاح أكثر. ألم أخبرك دونا فيلو؟ ماذا؟ لقد اتصلنا أنا والسيدة منسية بمنزل ميتشي وتلقينا الجواب نفسه، مريضة وبحاجة للراحة والهدوء، ولا يمكنها الرد على الهاتف أو استقبال أي زائر. إن عادت أختي بالعجرفة من تلك العائلة. لا، لا دخل لي شقيقتك بما يجري. أكيد لم تعلم أننا اتصلنا بها. هذا ما قالته السيدة منسية وتقصدها لتستعلم. لديك زائر سيدتي. من كورداديو؟ صديقة السيدة ماريا مرسيدس. أجل، السيدة منسية تود زيارة ميتشي، قلت لها ليست هنا فأصرت على مقابلتك، فتركتها تنتظر وتهدد بأنها لن تنصرف قبل أن تستقبليها. صباح الخير، كيف أمضيت الليلة؟ لقد نمت لكنك بؤس روضني. يسعدني أنك عملت بنصيحتي، علمت أنك لم تصرخي. وما هذا؟ إنه دواء للأعصاب. وكيف أؤكد لكم أن أعصابي بخير؟ في أي حال لن يؤذيك. ألن يؤذي طفلي؟ لا، أؤكد لك لا. متى يمكنني الخروج من هنا؟ لا أعرف، سأكلم الطبيب، أخبره أنك هادئة ليسمح لك بالتنزه في حديقة المصح. لكن إياك أن يدفعك شيء للانفعال. سيدة منسية، آسفة لأن كورديليو جعلك تنتظرين عند الباب، وبخته كثيرا، تفضلي. لا عليك. كيف حالك؟ ما سبب زيارة اللطيفة؟ الواقع لم آتي لزيارتك بل لرؤية ماريا مرسيدس، اتصلت بها هاتفيا لم أتمكن من محادثتها فساورني القلق. لو كنت تعلمين كيف يمكنها الإجابة. مسكينة ميتشي. ماذا حصل لميتشي؟ أخبريني ماذا جرى لماريا مرسيدس. أخبريني ماذا جرى لماريا مرسيدس.